من ضمن الاخبار المفرحه كمان فوز فريق كره اليد طبعا طول كاس العالم للانديه، اللي يمكن الكابتن محمود الخطيب حضر هذه المباراه في السعوديه على فريق بنفيكا بفارق هدف واحد، وكانت مباراه قويه جدا، فوز النادي الاهلي 28-27 وفوز مهم جدا وبطوله مهمه جدا. النادي الاهلي بيلعب فريق كمان على المستوى الاوروبي، فريق كبير بنفيكا بيلعب فرقه، وده باين من نتيجه المباراه وفي الصوره قدام حضراتكم. يمكن الكابتن محمود الخطيب بيحضر هذه المباراه بدعوه خاصه طبعا من الاتحاد الدولي لكره اليد بحضور هذه المباراه وهذه البطوله، خاصه صادف وكابتن وش حلو على الفرقه وكسبنا نادي بنفيكا 28-27.